انت ليه؟ لك انا اللي يعمى ولا انتو؟ علي ما علي لولا لطف الله ودعاوي ام النور والكوليات اللي مغيرهم لي يومين، لك انتو صرتوا بخبر كان هلا انت وياه. ما عداك ما عداك يا كبيرنا ويا تاج راسنا، وحياتك يا سيدي لو على قطع هالرقبه ما بخليك تنخدش خدشي. مأمن فيكم الكبير، مأمن انه وراه مرافقه، وراه رجال يديروا بالهم عليه. لك انتو مرافقه انتو، لك انا ما بقبلكم تغسلوا لي سيارتي. والله كان بيشرفني سيدي، بس بدها تزعل مني. منو هاي؟ يعني مثل ما شفت معنا هذا التغرير، شخصيه ابو جانتي الكل حبها، ويعني الناس يعني ظلت في ذاكرة الناس. ما فكرت انك انت تسوي اجزاء ثانية؟ ويعني انت مو سهل بالكوميديا، هم لك يعني كاركتر جميل في هذا الخط. ابو جانتي شخصية بحبها كتير وعندها شعبية كتير، وطلع مكانها بال يعني عند كتير من الناس وتدخل قلوبهم. مشروع ابو جانتي منذ بدايته هو كان تقليد، يعني كاتب راسي ورده وانتاجي انتاج شركتي ورده. فكان المشروع خمس اجزاء، كل جزء في بلد عربي مختلف. فانا صورت الجزء الاول في سوريا، الجزء الثاني في الامارات، بس حصل ما حصل في سوريا، وصار يعني صعب التصوير خلال فتره الحرب. ولكن الآن الحمد لله يعني حيرجع ينحط أبو جانتي على النار. يعني فيني لكم أنه في أبو جانتي إن شاء الله الموسم القادم إذا الله وفقنا، حيكون أبو جانتي بأكثر من بلد عربي كمان إن شاء الله. بالمشروع رح نكون لا تنسى فينا الكويت. أكيد أكيد أهم يعني الكويت من أهم أول الدول اللي فكرت فيها صراحة.